شوف هو هذا غادي ندير هذا على زوج، وخصو ما يجينيش هنايا، ما يعطينيش العوجيه لا هكا ولا هكا، خصو يجي يعني مقاد لي بحال لي الوقت ما غاديش نقطع. يعني غادي نشوف بعدا القياس ديريكتومون نيشان 41 باش نقطع خطره واحده، يعني ما نقطعش ونعاود نقطع مره اخرى. يعني غادي نوضع هاد القياسات هذا بما ان الثوب مقاد 41، وناخذ المسطره ونقطع هاد الزائد هذا. هنايا نوضع المسطره بما ان عندي 41 هنا بهذا الشكل، هذا 41، يعني غادي نمشي وكنقطع وكندخل في هاد يعني القياسات اللي وضعت هنا. هنا عندي 41 هنا راسي، لهذا بما انني شديتو بليزيبانك شديتو من هنا ومن هنا. دابا غادي نقطع خطرة توب كيزلق على جوج. انني درت الشكل ديال الوساده المربع ماشي اللي كتكون طرف واحد. مازال كل مره غنوريكم شكل. انا دابا غادي نبدا لكم بهذا النوع هذا. مره اخرى راه كاين اللي مختصر كيكونوا باندات، وهذا توب واحد من الفوق لتحت. يعني كل مره غادي نوريكم حاجه. دابا بدينا بهذا الشكل هذا، يعني دابا غادي نقطع من هنا. جينا دابا لهداك الجناب، الجناب نحاول نحط الثوب. ملي كتشوف راه كيمشي مقطوع معوج، ملي كيقطعوش مزيان غادي نجي نشوف كيما العادة واش خارجة ليا متر ونص، لأن خصني متر ونص على 6 سنتيم. أنا كتلكم 4 سنتيم لي عندنا في الكونش، غادي نديرو 6 سنتيم بالنسبة للخياطة، من سنتيم من هنا سنتيم من هنا، يعني 6 داخلة فيها هاد الباندا من فراسي، هنا 6 سنتيم سنتيم هاهي صافي، هاهي 6 سنتيم حتى هنايا في الجهة الأخرى، وغادي نوضع خط. صافي هو اللي نقطع هاد الباندا. هادي باندا وحده اللي كتشوفوا، الباندا اللورانيه غادي نوفيها على حسب السلسله، يعني عوض ما ندير 8 سنتيم 6 سنتيم غادي ندير 8 سنتيم، يعني غنوضع 8 سنتيم او اكثر على حسب كلمة الاحسن باش ما تبقاش تبان ليا كاع السلسله. غادي ندير 9 سنتيمترات السطر، هذا بالنسبه للباندا ديال الظهر اللي غادي تكون فيها السلسله، ما كنديرهمش قد قد. ديال الجناب نخرجهم من هنايا،
غادي نديرها على زوج هكا، وندير 6 سنتيم، 6 سنتيم على 6 سنتيم. في حالة ما خدمتو بتوب كيتمازى أو كيتفزر، من الأحسن تفوتو سنتيم في الخياطة، يعني ديرو أكتر. والجهة الأخرى شتي عكس اش كيدير، مفيهم يمشي ليه هكا، ونحيدو الأخرى ونديرهم. هادي هي 6 سنتيم، من بعد هادي هادي كذلك حتى هي غادي غادي نقطعها على زوج دابا. غادي ناخذ طول 39 باردون 39 بلس 2 هي 41 صافي، وكنقطع 41 هنا، وبهكا نكونو سالينا الفصاله ديال الفرانشات. كما كتشوفوا هما هادو الاطراف، جوج واحد ديال الفوق ديال التحت، واحد ديال القدام، هادو جوج ديال الجناب، وهذا العريض غادي نقسمو على زوج، يعني مازال حتى هذا خصنا نقسمو على زوج باش نديرو السلسله تجي في الوسط. يعني التركيب ديال السلسله راه فيه انواع بزاف، كاين اللي كيديرها على الدوره حيت انا عندي ديك البونجه رقيقه ما نحتاجش ندور يعني غير تخشى دغيا، وكاين اللي كيديرها غير من الظهر بحال كي غادي ندير دابا انا، لهذا راه ماشي مشكل اللي درتوها هي هذه. هذا التقريب غادي نقسمو على زوج، كما ما كنستعملش القياسات كل مره، لان كاين بعض الحويجات ماشي ضروري نصغر بقى كنقيس في الخياطه، راه كنصلح انا كنحاول نبسط الامور باش ما نكثرش عليكم القياسات بلا قياس، غيتنفروا من هذا الشيء بالنسبه اللي بغاو يبداو يخدموا الفراش ديالهم. كما كتشوفوا انا ساليت دابا، غادي ندوزو ان شاء الله للخياطه.